والسادة مدير الخدمات الجامعية سيدات. لقد أسفرت المرحلة الأولى من التسجيلات الأولية حصول حوالي 71% من المترشحين على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى، وننتظر المراحل الثانية والثالثة والرابعة لإتمام كل العمليات المتعلقة بتوجيه وتسجيل حاملي شهادة البكالوريا لهذه السنة. كما عرفت المعدلات الدنيا للقبول بالمؤسسات الجامعية ارتفاع معتبر، وخاصة بالمدارس العليا واللغة الإنجليزية، بينما عرفت انخفاضا في العلوم الطبية بسبب علامة مادة العلوم الطبيعة والحياة.